تعالوا نشوف موضوع الكهرباء. مصدر بالكهرباء قال لك الكهرباء هتقطع 3 ساعات بدل ساعتين، وحضرتك زي ما انت عارف وانا عارف ان ال3 ساعات دول في حتت هيوصلوا ل8 ساعات، وربنا يكون في عون عباده. تعال نشوف الناس قالت ايه. الناس علقت واتكلمت على موضوع تخفيف الاحمال. ما فيش حاجه اسمها تخفيف احمال، يعني اسمه قطع كهرباء، بس هم بيزوقوا الكلمه كده ويدلعوها. يعني شوف معايا، شوف معايا الناس بتقول لك ايه. تعليقات من فيسبوك على تغفيل نظام السيسي للناس. عمر حازق بيقول النظام الحقير اللي جرب من 3 أسابيع يزود ساعات قطع الكهرباء والناس هاجد وشتمته على وسائل التواصل فرجع لقطعها ساعتين، النهاردة بيجربوا تاني يزودوا ساعات قطع الكهرباء على أمل الناس تتعود. الحقيقة أن الأمل الوحيد أن الناس ما تتعودش وتشتمهم وتحسسهم بأي قلق، لأن النظام ده مجرم وحقير بشكل مرعب والله. ده عمر حازق. طيب تعليق تاني من سديم حافظ بتقول أنا مش متفاجئة من قطع الكهرباء 3 ساعات أو مصدومة، ده شيء متوقع. هي بدأت بساعة والناس رضيت بالأمر الواقع وسكتت، وبعدين ساعتين وقريب هتقطع علينا خالص. مش إحنا ساكتين وبناخد الموضوع بهزار؟ طب يلا قطع كهرباء وقطع مية، وناس هتموت من الحر وناس هتتحبس واحتمال تموت في الأسانسير عشان التغيير المفاجئ ده. وطبعا النت فاصل وناس مش عارفة تخلص شغلها ولا تذاكر، يعني وقف حال من كل النواحي وحاجة في قمة العبث. والله احنا عايشين في الزريبة. شوف تعليق تاني من أخبار العجمي، صفحة أخبار العجمي بتقول لنا هو البني آدم اللي مش همه تعبنا وبهدلتنا واخد قرار بتزويد قطع الكهرباء 3 ساعات النهاردة، ما يعرفش ان قطع الكهرباء بيبقى معاه قطع مية كمان عشان ما فيش مواتير مية بتشتغل من غير الكهرباء. يعني 3 ساعات قطع مية ونور علينا، ايه كمية الغل اللي جواك دي؟ اسألوا بقى وشوفوا ايه كمية الغل دي جابها منين. مايورا عادل بتقول 5 ساعات قطع الكهرباء، 3 ساعات الصبح وساعتين بالليل وحسبي الله ونعم الوكيل. سيبك من انك بتغفلنا كالعاده، بس افرض حد نازل في اسانسير وعامل حسابه ان لسه ساعه كامله ومطمن وفجاه اتحبس بسبب انك غفلته وقطعتها قبل ميعادها، يفضل محبوس 3 ساعات في ادوار عاليه في اسانسير مقفول في الحر ده وضلمه عشان حضرتك قررت تغير الميعاد بمزاجك من غير اي تنبيه؟ كذا شغاله محتاجين نفصلها قبل القطع مثلا، ام عايزه تلحق تحضر الغداء الاطفال وعامله حسابها ان لسه في وقت شغل متعوب عليه بالساعات، يبوظ في لحظه عشان ما تعملش سيف. بتوع ثانويه عامه يعملوا ايه برضو؟ حسبي الله ونعم الوكيل. وطبعا في ناس معينه ما يعرفوش يعني ايه قطع الكهرباء او قطع النور عشان دول كعب عالي في البلد. بجد يعني حسبي الله ونعم الوكيل والله. تعليقات لمواطنين مصريين، صوت من اصوات الناس، بنحاول نتابعه مع بعض، والمره دي كان على السوشيال ميديا. تعالوا نشوف مواطن مصري بيحكي لحضراتكم على حسابه الشخصي عن تجربته في الحبس داخل الأسانسير لمدة 3 ساعات، وهو عنده فوبيا من الأماكن المغلقة والأماكن العالية. أنا مش هقول حاجة من عندي، أنا هروح لأكرم إسماعيل وحسابه على الفيسبوك ونقرأ مع بعض حكاية الراجل اللي قالها بمنتهى الأسف. أكرم إسماعيل محمد بيقول فوبيا تخفيف الأحمال، النهاردة واجهت أصعب كوابيسي وهو الحبس في الأسانسير، لما اعتبرت ان ال3 ساعات بتوع قطع النور هم نصيب اليوم في تخفيف الاحمال، فركبت وانا مطمن الاسانسير الساعه 8 مساء. رحمه ربنا تجلت في فتحه 10 سنتي فتحت لي طاقه الونس والامل وسرسوب هوا اعني على الفوبيا الملعونه. فتحه تونست بيها بحديث مع حارس العماره تخللها الكثير من طول بالك يا باشمهندس اكرم. كما في الأفلام بواب العبارة المتمرس في فك الفرامل ولف البكرة لسه في أجازة العيد في البلد، فطلع سايس العربيات ومعاه شاب صغير للدور ال13 لفك الفرامل وطبعا ما عرفوش، وأنا طبعا على التليفون معاهم في محاولة فاشلة للإشراف على عملية إنقاذي. وبعدين
طلع لهم الراجل اللي كان مؤنسني لكن وصى هاني وهو طفل عنده 10 سنين، ابوه كان بعته يشتري حاجة يعني، وصاه يستكمل معايا الحديث ويكمل محاولات التهدئة. في مدخل العمارة اللي ببص عليه من 10 سنتي سمعت الكتير من همهمات التعاطف معايا من كتير من المرين والجيران، دعوا على اللي كان السبب. نجحت محاولات فك البكرة أخيرا بعد كونسلت وشارك فيه البواب الخبير من محافظة المنيا ومهندس الصيانة من فيصل عبر الأثير تليفون يعني. عايز أشكر كل من ساهم في عملية إنقاذي، وجاري اللي جاب لي مية، وجارتي المغربية اللي تبعت باهتمام شديد حبسي من الأول للآخر ونبهتني إن المفروض أبقى مبسوط إني ما متش. الراجل الحارس الأمن بتاع العمارة متعود يفصل الأسانسير قبل نص ساعة من ميعاد الفصل اليومي، لكن قطعت بالليل دي ما كانش عامل حسابها. الناس في مصر بتحاول تتعامل مع قطع النور بس الحكومة مصرة تعجزهم. الدرس المهم ان في لحظة الحبس الصعبة دي لم تتمكن مني الفوبيا، لاني خفت فعلا، وكان الخوف الجد طاقة سيطرة هائلة على الفوبيا. انبسطت جدا وانا راجع بالليل من اسرار حارس الامن والسايس اني اركب الاسانسير تاني وانهم يركبوا معايا علشان اتجاوز الخبرة، وانا بضحك معاهم ومستسلم وفي فكرة في بالي، طب لو عطل بينا الاسانسير احنا الثلاثة مين هيفك الفرامل؟ يا اولاد اللذينة، قصة من مواطن مصري بتحصل كل يوم عند ناس كتير جدا، مئات بل الاف من المصريين. نشوف تعليق ساخر من زميلنا الكاتب الصحفي الأستاذ سليم عزوز، وهو معروف بالكوميديا السوداء بسخريته في موطن يستحب فيه السخرية بصراحة. وزير البترول بيقول سليم عزوز، وزير البترول قال إن من يقولون بزيادة الأحمال لثلاث ساعات هم أعداء مصر في الخارج، وبما أن رؤية أعداء مصر في الخارج تحققت على يد أهل الحكم فالمعنى أن هناك تنسيق بين أعداء مصر في الخارج وأعداء مصر في الداخل، أصحاب القرار في إثبات مصداقية أعداء مصر في الخارج. الواحد لم يعد يعرف عدوه من حبيبه، لأن وزير البترول قبل كده قال لك الناس اللي بتتكلم عن أن البترول أن الكهرباء هتقطع ثلاث ساعات دول أعداء الوطن، مفيش الكلام ده. طيب يا سيدي، أعداء الوطن في الخارج مش هم اللي قطعوا الكهرباء، لأن أعداء الوطن يا جماعة مش في الخارج، أعداء الوطن في الداخل، أعداء الوطن في كرسي الرئاسة والوزارات، أعداء الوطن بيحكموا الوطن ده وبيهلهلوه حتة حتة وبيذلوا شعبه وبيذل أهله ومطلعين عين كل مواطن في البلد دي لو هو من مصر، لو ملوش ظهر، لو هو مش من أهل الحكم. أعداء الوطن ما تدوروش عليهم بره، افتحوا الشاشة وهتلاقوا السيسي بيتكلم، ده أكبر عدو للوطن، ومن لف لفه ومن دار حوله هو كمان من أعداء الوطن. كل العيال النبيحة وبتوع السوشيال ميديا بتوع السيسي دول أعداء الوطن، كل القضاء والناس اللي ماشية وراه في الداخلية ولا في الجيش دول أعداء الوطن. عايز تشوفهم هتلاقيهم على الشاشات، ابتداء من الأستاذ الجليل لمؤاخذة أحمد موسى، وصولا للأستاذ الجامد جدا نشأة إديهي واللي زيهم. دوروا على دول في أعداء الوطن أو دوروا على أعداء الوطن في دول، مش هتفرق كتير، لأن كل شله يشبه له، حتى السيسي واللي معاه. تعالى وشوف معايا فيديو الناس بتتكلم بحسرة عن المصايب اللي بتحصل من قطع الكهرباء. شوف معايا وتعالى بعدها عشان نكمل الحلقه. لقيت الفريزر عندي بتاع الثلاجه فكك، طب كده اللهم اجعله خير. كلمت الشركه، واضح ان بسم الله ما شاء الله اجهزه كتير قوي بتبوظ عند الناس اليومين دول بسبب موضوع الكهرباء، فادوني معاد من يوم الثلاث النهارده لسه جايين الراجل. ايه يا باشا ايه الاخبار؟ قال لي الماتور الحمد لله. طب الماتور ده بكام؟ قال لي من 4.5 ل 5. طب ده بسبب ايه؟ قال لي بسبب ان التيار جه جامد فطبعا ضرب الماتور. طيب حضرتك احنا هنغيره دلوقتي، وارد ان يحصل ده تاني؟ قال لي طبعا وارد. طب والضمان؟ قال لي لا، الضمان ان الماتور يكون مش مظبوط، لكن ما لناش دعوه ان التيار بيجي بيضرب الماتور، هيتحل هنعمل ايه؟ طيب احنا هنعمل ايه؟ قال لك مفيش، انت في جهاز كده بتجيبه بحوالي برضو ثمن الماتور تقريبا ب 4000 جنيه علشان الكهرباء لو فصلت ورجعت وزياده عن الماتور ما يتحمل ما تبوظوش. يعني انا عايزه دلوقتي 9000 جنيه او 10000 جنيه علشان احافظ على الثلاجه. انا بقى اجيبهم منين؟ انا كنت من الطبقه المتوسطه قبل ما يبقى البصل ب 30 وشويه، وقبل ما يكون كل حاجه بارقام فلكيه.
انا هجيب منين الفلوس دي؟ هقعد من غير تلاجه؟ اكيد هقعد من غير تلاجه ازاي؟ لازم اجيب تلاجه. حضرتك عندك سائل كمان الحاجات اللي كانت في التلاجه، في اكل وشرب وحاجات في الفريزر، في حاجات قد كده باظت. فالحل ايه؟ الحل عند ربنا بقى، يعني ربنا بقى هو اللي قادر على كل حال بصراحه. مش عارفه الواحد يقول ايه. طيب اشتري 3 ساعات متواصله وبعد كده نبص نلاقي هم بقى دخلنا في 4 ساعات، وبعد كده ممكن يقولوا لنا بقى ايه؟ اشتروا يعني مكان، اشتروا حاجه، مش عارف يعني. وزير الكهرباء بيتقال عليه افضل وزراء في مصر قاطبه. شكرا. انتوا عارفين احلى حاجه في الحكومه بتاعتنا ايه؟ ان هي بتطلع ترزعك البيان او المنشور او اي حاجه عايزها تقولها لك بمنتهى السلاسه والبساطه، كانها حاجه بسيطه مفيش اي حاجه. فانا نفسي افهم هما جايبين السلاسه والبساطه دي منين؟ يعني يطلع يقول لك ان الكهرباء هتقطع 3 ساعات بدل ساعتين، يا لهوي على السهوله، هعيط ببساطه، لكنها حاجه عاديه. هما مش قادرين يفهموا ان 3 ساعات كهرباء دوت بترطب عليها حاجات كتير، يعني 3 ساعات ميه، يعني 3 ساعات نت، يعني 3 ساعات مفيش اسانسير، يعني 3 ساعات مفيش حاجات كتير، يعني الموضوع مش بالبساطه اللي انت حكومتك تطلع ترمي لنا البيان في وشنا وتمشي. لكننا احنا مش عارف، انا ما اعرفش انتوا بتعتبروني ايه بصراحه، فاللي هو الحياه عندكم بسيطه، انا نفسي ابقى بالبساطه بتاعتكم عشان اعرف اكمل. الدنيا مش بسيطه زي ما انتوا فاكرين، 3 ساعات كهرباء في اليوم كتير، اوفر. هو اليوم فيه كام 3 ساعات؟ تعالى يا باشا اخر الشهر وانت بتخصم تاخد مني الكهرباء والميه والنت والزفت وكل الحاجات دي كلها، اخصم لي منها بقى، اكتب لي كده بيان ده خصم ال 3 ساعات، شوف كام ساعه، 3 في 3 90 ساعه في الشهر مخصوم، وحقي وحقك. سهله، شوف بمنتهى البساطه ازاي، يعني انت رميت الخبر ببساطه، انا برد عليك بمنتهى البساطه. ده كلام الناس، والناس اهي يا عم مش المنفعله ولا حاجه، ودول مش اعداء الوطن. لان اذا خدنا بكلام الوزراء وبكلام الحكومه، انا عندي اهو المتحدث باسم وزاره البترول قبل كده اكد ان اعداء الوطن هم اللي بيقولوا اخبار كاذبه، واخد بالك، علشان يثيروا الراي العام بشان زياده احمال تخفيف الاحمال، وهو لم يحدث، هو حدث يا بيه. واللي عمله، انا معاك، انا متفق تماما مع السيد المتحدث باسم وزاره البترول، اعداء الوطن بيقطعوا الكهرباء على المصريين.